من جد التحية الصباحية لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا واللي انضموا هلا لمتابعتنا. بدنا نقول لهم يسعد صباحكم. وصلنا نحن وانتم مشاهدينا للزاوية القانونية اللي اليوم بدنا نحكي من خلالها عن الإرهاب، ولكن ليس على الأرض السورية وإنما في محكمة العدل الدولية. يا هل ترى تقدر محكمة العدل الدولية انها تنصف الناس اللي عم يتعرضوا للارهاب بشكل او باخر، او هالدعاوى اللي تم رفعها من اكثر من جهه وقامت فيها اكثر من نقابه وتوجهت فيها، تقدر انه هي تنصف الناس اللي عم بيقدموا هالدعاوى او عم بيقدموا هالمناشير، ولا هي غير معنيه بهذا الامر؟ خلونا نحن وانتو نتعرف عليها قانونيا. شو هي محكمه العدل الدوليه؟ من هن القضاة الموجودين بهي المحكمة؟ شو هي الدعاوى اللي بتنظر فيها؟ شو هي القدرة على الإلزام بالقرارات الصادرة عنا؟ وأمور أخرى بدنا نتعرف عليها تفصيلا من خلال استضافتنا للأستاذة المحامية ريهام علي، وحضرتك اختصاصية بالقانون الدولي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك أستاذة ريهام، ويسعد صباحك. بداية خلينا ناخذ فكرة عن معنى أو من ما تتكون محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي عبارة عن 15 قاضي، القضاة بيتم انتخابهم من خلال قائمة بحطها الأمين العام وبيطرحها للتصويت بمجلس الأمن وبالجمعية العامة. 15 قاضي بدهم هن يكونوا عندهم الأخلاق الحميدة العالية، بدهم يكونوا حاصلين ببلادهم على شهادة الحقوق بالدرجة الأولى لتمكنهم من أنهم يستلموا هالمنصب المهم. بدنا نراعي أنه هال 15 قاضي اللي بده يتم انتخابهم هن عم يمثلوا النظم القانونية المختلفة بالعالم. طبعا كل هذا الشيء بصرف النظر عن جنسيات هدول القضاة، أنا باخذ بالدرجة الأولى لخبرة القاضي بصرف النظر عن جنسياتهم. لأنه إذا مندقق بتاريخ محكمة العدل الدولية بنلاحظ أنه هي ضمت قضاة من مختلف أنحاء العالم، جنوب أفريقيا، اليابان، مدغشقر، الأردن، يعني الدول العربية كان لها حصة كمان في جنسيات متعددة تماما بقضاء محكمة العدل الدولية. أستاذة ريهام، بدنا نوقف عند تأسيس محكمة العدل الدولية وهي كتبعية لأي جهة تابعة، وشو هي الآلية اللي من خلالها أنا بقدر أقول أنه أنا ممكن أقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية؟ يعني أنا بهمني تأسيسها، لمين تابعة، كيف أنا بقدر أستفيد منها كمواطن ليس عربي سوري، صحيح، مواطن موجود بأي مكان في العالم؟ بالنسبة لتأسيس محكمة العدل الدولية، هي بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية نتيجة الكوارث والحروب اللي خلفتها الحرب، نحو 47 مليون قتيل، 100 مليون مشرد وجريح. الدول الكبرى بالعالم ارتأت أنه خلينا نشكل منظمة مهمتها أنه هي تحل أي نزاع دولي بطريقة سلمية، فكان الاتفاق أنه نحن نشكل الأمم المتحدة يلي تم توقيع الميثاق بعام 1945 بسان فرانسيسكو. الأمم المتحدة عندها هيئات بتتفرع عنا، من بينها محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. هون محكمة العدل الدولية تشكلت مشان تحل أي نزاع دولي بطريقة سلمية. هلا مين حقه أنه هو يترافع أمام محكمة العدل الدولية؟ سؤالك، كأفراد ما فينا نستفيد نحن منها، اللي بيستفيد منها هي الدول. يعني الأفراد إذا حصل نزاع بينهم وبين أي فرد تاني ما فينا نلجأ لمحكمة العدل الدولية لتحل النزاع. الدول تعمدت أسألك هذا السؤال أستاذ ريهام لأنه دائما من خلال لقاءاتنا بالناس بالشارع بيقولوا لك أنه نحن بدنا نقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية، هلا مشان نقول لهم أنه أنتم كأفراد ما بتقدروا. دول يعني دول بيمثل هذا الفرد هي اللي حقها تتنازع امام محكمه العدل الدوليه، بده يكون طرفين دول، الافراد ما لهم حق يعني يتوجهوا لمحكمه العدل الدوليه، بيتوجهوا للمحاكم الخاصه بدولهم. طيب شو القضايا اللي مثلا ممكن تاخذ فيها هي المحكمه؟ تماما، اي نزاع دولي باي مساله دوليه، اي خلاف باي اتفاقيه او معاهده دوليه، مثلا دوله موقعه معاهده مع دولة تانية، حصل نزاع بتفسير المعاهدة أو ما تطبقت المعاهدة بشكل صحيح، فينا تلجأ الدولة اللي هي حست حالها مظلومة لمحكمة العدل الدولية لتحل النزاع. أي حرب أو أي أمر بنشوف من خلال أمثلة كثيرة، مسألة الحريرية اللي كانت توجهت مثلا لمحكمة العدل الدولي، بعد شوي بنحكي عن قضايا بفلسطين بألمانيا، أي نزاع دولي بتشوف الدولة حقها مغبونة فيها فينا تتوجه لمحكمة العدل الدولية لتخاصم دولة تانية، مثل ما حكينا خصام بين دول، أي مشكلة فينا نتوجه لمحكمة العدل الدولية. يعني ما في قضايا معينة بحد ذاتها، بشكل عام أكثرية الدعاوى اللي عم تتوجه لمحكمة العدل الدولية هي عدم التزام الدولة بتنفيذ معاهدة معينة مثلا موقعة مع دولة معاهدة ما نفذتها، فبتتوجه لمحكمة العدل الدولية لتجبرها بالتنفيذ. أستاذ ريهام، هون دائما تساؤل الناس، حصل نزاع بين دولتين على أمر معين وطلع قرار من محكمة العدل الدولية، هل هذا القرار نافذ
أو هل يمكن أن ينقض هذا القرار تمام ويرجع ينشغل فيه من أول وجديد؟ هلا بالدرجة الأولى قرار محكمة العدل الدولية مفروض من الناحية الأدبية كدولة موقعة على معاهدة أنا ملتزمة أنه قرار محكمة العدل الدولية مفروض يكون ملزم للدولة من الناحية الأدبية، بما أني أنا رضيت أنا توجهت بكامل إرادتي كدولة على محكمة العدل الدولية لتحكم لي بنزاع، لكن على أرض الواقع غير هذا الموضوع، بيطلع قرار من محكمة العدل الدولية لنفرض حل النزاع، فيني أنا كدولة طلع القرار مو لصالحي ما نفذ، بهالحالة الحل أنه توجه لمجلس الأمن، مجلس الأمن هي الجهة اللي بتجبر الدولة أنه هي تنفذ قرار محكمة العدل الدولية، يعني فينا نقول بشكل أو بآخر مجلس الأمن هي الجهة المسؤولة عن إجبار الدول تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية من خلال اتخاذ تدابير وتوصيات معينة بتلزم دولة، بس على أرض الواقع يعني نحن نحكي الناحية النظرية مع الأسف دائما الواقع غير غير القانون وغير الحكي اللي بيكون مكتوب بالنصوص، القرار بيطلع ولكن بيضل حبر على ورق، يعني ما بيتنفذ القرار محكمة العدل. كم قرار طلع وبقيك مثل الحبر؟ بكثير قرارات، في قرارات كانت منصفة وخاصة للقضية العربية، لكن قرار كما حكينا عنه نظري، وقت بدنا نطبقه على أرض الواقع في عوائق وضغوط سياسية كثير بتمنع قرار المحكمة يتنفذ على أرض الواقع، فبيضل كما قلنا من الناحية النظرية موجود ولكن من الناحية العملية ما نوع عم يتنفذ صحيح. طيب في حال القضايا اللي عم تتنفذ بشكل صحيح قد ايه بتاخذ وقت؟ يعني بنعرف دائما دخلت المحاكم مثل ما بيقولوا بتاخذ وقت كثير كبير، فما بالك اذا دول يعني صحيح حسب موضوع القضيه اللي احنا عم نطرحها، اذا معاهده ما تنفذت من خلال دوله ممكن تجبرها، يعني هذا الشيء ما بياخذ وقت كثير كبير، يعني بما انه هذا موضوع ما انه معقد او ما انه صعب، ما كثير بحاجه يشغل على ارض الواقع، انه كدوله لازم تتعهد بتنفيذ التزامها، يعني على ارض الواقع اقل وقت من مع حاكمنا العاديه يعني بشكل أكيد، لأنه عم نحكي نحن عن منظمة دولية وراء دول وأمم متحدة، فأكيد الوقت بيكون أخر، فبتم الإجراءات يمكن بسرعة أكثر. أكيد أسرع. أستاذ ريهام، خلينا نقرب الفكرة أكثر للي عم بيتابعونا هلأ واللي بدنا نقول لهم يسعد صباحكم. لو حاولنا أنه نحن نستعرض على سبيل المثال مجموعة من الأمثلة أو الدعاوي اللي تم عرضها أمام محكمة العدل الدولية، ونحن الشيء الأقرب لنا هو الكيان الصهيوني واستيطانه بأرض فلسطين صحيح. 48 صحيح. شو هي القضايا اللي طرحت أمام المحكمة؟ شو هي القرارات تماما اللي نحن بنعرف أنه هي غير نافذة أكيد. لم تنفذ أكيد على أرض الواقع؟ خلينا نبدأ بذكر الأمثلة اللي هي بتقرب وجود المحكمة لأذهاننا أكثر. خليني أعطي مثالين عن قضاء المحكمة، مثال عادل وكان قرار منصف لصالح شعبنا وقضيتنا العربية كلياتنا الفلسطينية، وخليني أعطي مثال سيء عن قضاء المحكمة، هيك بيكون يعني أبرزنا الوجهين لقضاء المحكمة. خلينا نحكي أول شيء عن قضية العربية الفلسطينية، نحن مثل ما بنعرف أنه إسرائيل بنت جدار عزل إسرائيلي بالأرض العربية الفلسطينية، طبعا هون أكيد الشعب العربي الفلسطيني ومن وراء دولة فلسطين رفع الدعوة على ما يسمى بإسرائيل لانتهاك بناء الجدار. بلشت جلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، طرف الثاني بالدعوة اللي هو ما يسمى بإسرائيل ما حضرت جلسات المحكمة، وبدأت هي والدعم الأكبر لإسرائيل اللي هي أمريكا تبلش حملة إعلامية ضد إسرائيل، هدفها ضد المحكمة، هدفها تأثر على قرار المحكمة العدل الدولية، ومثل تعمل حملة تجيش ضد محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة ما خضعت للضغوط وأصدرت قرار كان منصف للشعب العربي الفلسطيني، من خلاله دعت إسرائيل أنه ضرورة أنه هي تحترم التزاماتها الدولية القاضية بأنه احترام حق الشعب العربي الفلسطيني بأنه هو يعني بدولته، دعت إسرائيل أنه هي توقف العمل على بناء الجدار، ودعت إسرائيل بقرارها أنه إزالة الجدار حول القدس، كمان أنه تعيد كل الأراضي اللي اغتصبتها للشعب العربي الفلسطيني، وإذا كانت إعادة الأراضي مستحيلة تعود هالناس بالأموال أو بأي شيء آخر لتعودهم. طبعا من خلال قرار المحكمة دعت كمان الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن أنه يساعدوا محكمة العدل الدولية، يعني ما يمدوا يد العون والمساعدة لإسرائيل لا مادية ولا معنوية، دعت مجلس الأمن أنه أنت تتخذ التوصيات المناسبة لحتى نجبر إسرائيل تنفذ قرار المحكمة وتشيل الجدار وتعيد الأراضي لسكانها. طبعا القرار يلي صدر من الناحية النظرية هو قرار عادل جدا وهو لصالح الشعب العربي الفلسطيني، ولكن وقت اللي اجينا لنطبقه على أرض الواقع أنا حكيت ببداية الحديث أنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية هي مجلس الأمن طبعاً. مجلس الأمن هو 5 أعضاء دائمين العضوية، مثل ما نعرف كل عضو عنده يستخدم حق النقد أو الفيتو طبعاً. ومن بين الأعضاء 5 دائمين العضوية هي أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل، فوقت أخذنا قرار المحكمة العادل لصالح الشعب العربي الفلسطيني ووضعناه بمجلس الأمن لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار أكيد تواجه بحق النقد أو الفيتو من الحليف
الأكبر للكيان الصهيوني اللي هو أمريكا. فالقرار النظري صار حبر على ورق، وأكيد ما أنصف الشعب العربي الفلسطيني. هذا مثال عادل كان عن قضاء المحكمة. بحب أذكر مثال ثاني، المثال الثاني عن قضاء قبل المحكمة. ما تذكرين للمثال الثاني لو سمحتي أستاذ ريهام، صدر القرار، مجلس الأمن حاول أنه يطبقه على أرض الواقع، تم استخدام حق النقض الفيتو وتم دحض هذا القرار. تماما. يا هل ترى تحتفظ الدولة اللي حصلت على هذا القرار بحق بتنفيذه في وقت لاحق؟ أكيد. ممكن يراجع مجلس الأمن بشكل أو بآخر؟ أكيد، مثل أي قرار نطرحه بالجمعية العامة ومجلس الأمن، أي قرار. لمين المرجعية بهالحالة؟ طلع أنا قرار بينصفني أنا كدولة وما قدرت أنا أني أنا أستفيد منه، مجلس الأمن حال دون التنفيذ، لمين بلجأ بهالحالة؟ بنضل نلجأ لمجلس الأمن ليأخذ القرار، مثل قضيتنا هلأ بحاليا بسوريا، قديش طلعت قرارات من بداية الأزمة حتى الآن، وقديش تواجهت بالنقد أو الفيتو سواء من حليفتنا روسيا أو من أمريكا ضد مصالحنا. نحن على طول بنطرح نفس القرار وبنرفعه على مجلس الأمن، وعم يطرح نفس القرار ممكن يستخدم حق النقد أو الفيتو 10 أو 12 مرة، يعني بهي النهاية لعبة الدول. يعني لهون أنا بقول إنه دائما القانون لازم نحن نفصله عن السياسة مع الأسف، واللي عم بيصير دائما الخلط فيما بيناتهم. أنا فيني نفس القرار اللي أخذته، هو المشكلة إنه هذا القانون عم بتحكمه المصالح السياسية، هو دائما عم تتعرض للضغوط السياسية سواء بالدول الكبيرة أكيد أو على الصعيد العالمي. يعني أنا فيني هذا القرار أخذه 100 مرة على مجلس الأمن وأطرحه للتصويت ويتواجه بحق النقد أو الفيتو، وما عندها مشكلة الدول، بما إنه السياسة هي الحليف الأكبر وهي اللي عم تلعب وتتحكم بالعالم حاليا، وهي مع الأسف خلطوها بالقانون. فالقرار اللي أخذته أنا من المحكمة فيني اطرحه 100 مرة على مجلس الأمن، وفينه يصير وفينه يتواجه بحق النقد حسب هون قرار الدولة نفسها، الخمس الأعضاء اللي حكيت عنهم ببداية الحديث. طيب والمثال الثاني كنت بدك تحكي لنا؟ المثال الثاني هو عن ألمانيا، محاكمة الزعماء النازيين الألمان. كمان بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية نتيجة المجازر اللي ارتكبوا النازيين بحق الشيوعيين وبحق اليهود، كمان تشكلت محكمة العدل الدولية لتحاسب هدول النازيين قدام هيئة محلفين روس وأمريكان وبريطانيين. طبعا التهم يلي وجهتها على النازيين انه هن عم يحتلوا الاراضي الاوروبيه، انه هن عم يمارسوا استعباد على الناس، عم يشردوا، عم يقتلوا، عم يمارسوا حملات اعتقال على اليهود. طبعا القرار النهائي اللي طلع من المحكمه هي تنفيذ حكم الاعدام ب 11 قائد نازي، يعني من بيناتهم كان وزير الاقتصادية وزير الخارجية. هلا ملاحظ أن قرار المحكمة كان عادل، يعني بالدرجة الأولى كمان أنه هو أنصف، قضى على كبار من الزعماء النازيين اللي ارتكبوا مجازر حرب ضد اليهود، يعني من ناحية التعصبية بهداك الوقت، وكمان كان يعني قرار عادل ولكن تم تنفيذه. يعني هون غير المثال ذكرته بالبداية أنه تواجه بحق النقد، لا، حكم الإعدام تنفذ بحق 11 من المجرمين الحرب النازيين بهداك الوقت. أستاذ ريهام، هذا الأمر بخلينا نوقف ولو للحظة أمام ما يجري على الأرض السورية. عم بيصير حروب على أرضنا، حروب الوكالة، يعني إرهاب عم يمارس على الأرض السورية، ويمكن عم يمارس على أكثر من أرض إن كانت عربية وحتى أجنبية بهذا الوقت. هل تعنى محكمة العدل الدولية بموضوع مكافحة الإرهاب أو محاربة الجهة الداعمة للإرهاب إن كانت دولة وإن كانت منظمة؟ أكيد أي دعوة أنا قلتها فيني أرفع أمام محكمة العدل الدولية. بالتأكيد فينا نحن قضية تتعلق بالإرهاب كدولة، فينا نحن نرفع أمام محكمة العدل الدولية طبعا، بس مثل ما قلت أنا اللي بدها ترفع، الجهة اللي بدها ترفع الدعوة هي دولة وليس فرد. فيني أنا أرفع دولة مثلا على الكيانات اللي عم تنشأ هلا، داعش وغيرها من الكيانات الإرهابية، ولكن إذا بدي أطبق على أرض الواقع وين بدي لاحق هالكيانات الصغيرة هيدي؟ يعني كأفراد يعني الدول ما عم تقدر تواجه هذا الشيء لتواجهه محكمة العدل الدولية، ولكن فينا نحن نرفع أكيد أي قضية تتعلق بالإرهاب. واجب المحكمة خاصة بهذا الوقت اللي انتشر فيه الإرهاب إنه هي تكون الوجه الأكبر بوقف ضد الإرهاب كهيئة قانونية دولية، فأنا أكيد فيني أرفع الدعوة. شو هي الآلية؟ الآلية إنه أنا أرفع دعوة بتوجه لمحكمة العدل الدولية. أنا مين؟ بسجل أنا كدولة؟ أكيد نحن كدولة عم أعاني من الإرهاب على أرضي أو عم يمارس الإرهاب ضدي. فيني أنا أتوجه بيرفع دعوة بسجلها بمحكمة العدل الدولية، يعني كآلية جدا بسيطة. مجرد ما أنا سجلت الدعوة بمحكمة العدل الدولية بتتوجه هي بتخبر كل دول العالم إنه أنا رفعت هيدي الدعوة، بتصير الأمر علني يعني.
ودولة أكيد ما فينا تحضر بحد ذاتها، بده يمثل الدولة وكيل أو محامي أو مستشار عن هذه الدولة. جلسات المحكمة هي جلسات علنية إلا إذا قررت المحكمة أنه لخصوصيات معينة إجراء سرية. طبعا الدولة بيدافع عنا الوكيل أو المحامي، بيحضر جلسات القضية. اللغات الرسمية اللي بتاخد فيها هي الفرنسية أو الإنجليزية. إجراءاتنا قدام المحكمة شفوية وكتابية. إجراءات الكتابية هي الأدلة اللي أنا عم قدمها للمحكمة، المستندات، المذكرات الجوابية. الإجراءات الشفوية هي استماع المحكمة للشهود، للخبراء، للمحامين، للاستشاريين. طبعا مجرد ما انقفل باب المرافعة بتتوجه القضاة لحتى يتداولوا سرا فيما بيناتهم لحتى ياخذوا هنا القرار، والقرار بيتاخذ من أعضاء الـ15 بالتصويت. يعني بالنهاية بده يطلع القرار يا أما بالإجماع يا أما بالأكترية. وإذا طلع القرار بالأكترية حق القاضي كان رأيه مخالف لرأي هالأكترية يبرز وجهة نظره ببيان خاص ومستقل. بس هون في فكرة أستاذ ريهام، القرار هل هو عم يطلع ضد الدولة اللي عم تدعم الإرهاب أم عم يطلع بمحاربة الإرهاب على أرض الدولة اللي قدمت الدعوة؟ المفروض أنه أكيد يطلع هو لصالح الدولة اللي عم تعاني من الإرهاب، لأنه أكيد الدولة اليوم ما عم تعاني هالمعاناة ما بتضطر ترفع دعوة وتلجأ رفع الدعوة. فهو القرار شو عم بيكون؟ القرار مفروض أنه هو يواجه الإرهاب ويحاسب هالكيانات، محاربة الإرهاب، أكيد محاربة الإرهاب على الأرض اللي عم تعاني من الإرهاب، تمام، ومحاسبة الكيانات والدول اللي عم تدعم القيادات الإرهابية. المفروض يطلع القرار ويتم تنفيذه، وعم لك خاصة بالوقت الحاضر يعني بما انه اكثر دول العالم عم تعاني من الارهاب، فالمفروض يطلع قرار بملاحقتهم ومحاسبه هالكيانات الارهابيه اللي عم تتوجه. طبعا مجرد ما طلع القرار، سالتيني انه القرار اذا نهائي ولا ما هو نهائي، قرار محكمه العدل الدولي نهائي، يعني ما فيني انا اطعن فيه بالنقد ولا بالاستئناف. القرار اللي بده يطلع نهائي ما في ولا جهه ثانيه فيني استانف القرار منه. اي خلاف حول تفسيره انا بقدم طلب للمحكمه وهي بتتولى التفسير، ولكن انه انت عم في بالنقد او الاستئناف غير ممكن لانه قرار نهائي. طيب بنهايه حديثنا خلينا نحكي عن واقع المحكمه اليوم امام ما يجري على الارض السوريه. اخذت دور محايد يعني محكمه العدل الدوليه، بما انه سوريا ما بادرت ورفعت، يعني بما انه سوريا ما بادرت. هلا فيني انا اقول انه كمان نحن كشعب سوري خفت ثقتنا باي هيئه دوليه، بما انه كامم متحده ما اخذت قرارات لصالح سوريا خلال الازمه الـ5 سنين اللي عشناها، كمان مجلس الامن ما اخذ قرارات لصالح الشعب العربي في سوريا اللي هو عانى من الارهاب. فسوريا ما عاد عندها مثل الثقه بهالهيئات الدوليه هي، فما بادرت ورفع الدعاوى الى هلا. بتصير احيانا امور فرديه ممكن دول تلجا لها، ولكن كان موقفها محايد جدا. وفيني اقول انه هون لانه المحكمه عم تتعرض لضغوط سياسيه، هلا حكينا انه دول العالم عم بتاثر على قرارات المحكمه، فبما انه خلطت السياسه مع القانون، بما انه خفت ثقتنا نحن بالمحاكم الدوليه وبالهيئات الدوليه، فسوريا قررت انه هي تحارب الارهاب على ارضها وتترك المسائل الدوليه اللي عم تتعرض هي لضغوط سياسيه لا دول الخاصه فيها. يعني طبعا يعني هذا من باب عدم الثقة بمجلس الأمن أكيد. اللي ما أخذ دور فعال حزين. على مدى لا دور فعال الأزمة. ولا قرار لصالحنا بشكل أكيد. أو بآخر. أستاذ ريهام، قضية الحريري عرضت أمام محكمة العدل الدولية أكيد. شو كان واقع هي القضية؟ الواقع هي بالدرجة الأولى التسييس يعني، وكمان سوريا أكيد هي من بداية أول ما عرضت الدعوة على محكمة العدل الدولية سوريا حكت بتسييس القضية، خاصة تسييس الشهود يلي كانوا يعني ما شهدوا شيء عن القضية وحكوا كأنهم هن كانوا موجودين بقلب الحدث. ف ما بنعرف القرارات وديدليف ميليس وهالقصص كلها الشعب السوري اللي عانى منها يعني. ف وحد هلا القرار المحكمة مستمرة بنظر بالدعوة، ورؤساء المحكمة وقضاة المحكمة عم يتبدلوا، وكل قاضي عم يجي عم يكون مسيس أكثر من القاضي اللي بعده. واكبر دليل على تسييس المحكمه انه خلال سنوات من وفاه الحريري لحد هلا ما اخذت ولا قرار المحكمه الا سماع شهود، يعني ما اخذت قرار بمعاقبه او محاسبه لانه هي ما وصلت لاي نتائج معينه. واللي كل شيء حاولت تدينه لسوريا فيه او من خلال الادانات اللي وجهتها ما قدرت تثبت اي تهمه على اي شخص سوري كان موجود بقلب، دليل انه هي افلاس المحكمه ودليل انه هي مسيسه وانه كل شيء ادانته للشعب السوري ما طلع معه، لانه بالبدايه يعني ما بني على خطا فهو خطا بالنهايه. فلحد هلا مستمره المحكمه عم تسمع شهود وجلسات موجوده ولكن بدون اخذ اي قرار. طبعا المقر الدائم بحب اذكر هو بلهاي بهولندا، ولكن ممكن تجتمع باي مقر ثاني بدول العالم حسب حاجه المحكمه وين بتكون موجوده يعني.
وصلنا معك تقريبا للختام، ولكن بالختام هل نستطيع أن نثق بالقضاة الموجودين بمحكمة العدل الدولية بعيدا عن سياسة الدول اللي من خلال مجلس الأمن عم بتمارس حق الفيتو؟ هلا المفروض يكون القضاء أكبر جهة نزيهة وعادلة، سواء على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد، يعني لازم يكون تعيين أي قاضي بعيد عن أي ضغط سياسي. هلا نحن أنا حكيت إنه الأعضاء نحن بننتخبهم، حتى هن وقت اللي بينتخبوا الأعضاء بدهم هن يراعوا إنه يكونوا موجودين من أفريقيا، من أوروبا، نجيب من الدول العربية، يعني يكون خليط من كل أنحاء العالم هال 15 قاضي يتم تمثيلهم. طبعا أكيد الضغط السياسي بيلعب دور كثير مهم، وبشكل عام يعني أول ما تشكلت بفترة السبعينات والثمانينات كان القضاة جدا نزيهين وكانوا عم من جميع أنحاء العالم، لكن هلا بالوقت الحالي فينا نقول لا، اللعبة السياسية هي أكبر من القضاة، وانتخاب القضاة بكثير من الأحيان بيكون انتخاب سياسي لتحقيق أهداف سياسية ضيقة. طبعا هي بعيدة كل البعد عن الهدف السامي لنشوء محكمة العدل الدولي اللي هو إحقاق الحق والعدالة. بدنا نتشكر وجودك الأستاذ ريهام علي، ماجستير قانون دولي، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحك خير أستاذ ريهام، بدي أتشكر وجودك. بس أنت لو تعرفي، هي الإضاءة على محكمة العدل الدولية زعلت كتير ناس، لأنه من خلال لقاءاتنا فيهم بالشارع على بساطتهم وضعف الثقافة القانونية اللي موجودة بالشارع، كانوا يقولوا أنه نحن بدنا نتوجه لمحكمة العدل الدولية. مثل ما قلنا، الأفراد ما بحق لهم، الدول فقط هي بحق لها. هلأ إذا ما بحق لهم كأفراد، بكفي أنه هن كأشخاص عم بيريدوا يوصلوا صوتهم كثير لبعيد، فبالنسبة لهم محكمة العدل الدولية أبعد شيء، بعيدة جدا. بدي أتشكر وجودك معنا، شكرا كثير على هي الإضاءة. هي ثقافة قانونية، بنتمنى أنه نحن نكون اليوم ساهمنا بنشرها بشكل أو بآخر من خلال وجودك معنا. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.